قالت لي كيفاش تكون ريحة الحليب في الدار؟ ما عرفتش كلها، واش ما عرفتوا تاريخ الأمير عمر عبد القادر تينار الجزائري اللي في حل ما زاوي حتى حاجة. لو شاركوا في مسابقة الحمق. السلام عليكم. السلام عليكم، فيديو جديد طنارة خشاب. مرحبا بأصدقاء طنارة كاملين، مرحبا بالكراغيلة. فيديو كرهولي عود تاني، جالس ليكم في الأرض ثم ما لقيتو ما يتار، ما فهمتش فين ما درت دابا في لي كومونتير وفي داكشي كامل وفي اي فيديو، سواء عندي سواء عند الناس المغاربه كاملين، عند المؤثرين المغاربه. اش تنقرا الكراغ التي كتبوا سيروا هضروا على البوطه، سيروا هضروا على البوطه، سيروا هضروا على البوطه. ما فهمتش، غادي سامحوني قبل ما نبدا لكم الكراغيله، ضروري خصني نهضر على هاد اللقطات البوطه حيت جابت لي الضحك. وكلشي يهضر على البوطه البوطه البوطه، مال البوطه؟ بوطه تزاد فيها 10 دراهم، فين هو المشكل؟ ديجا انا هضرت في الفيديو فاش هضرت على البوطه تزاد فيها، كنت هضرت ان قلت ان 10 دراهم تزاد في البوطه، 10 دراهم مره في 3 سيمانات ولا 2 سيمانات ولا نقولوا ما بين 2 سيمانات وشهر، 10 دراهم واش بتاثر على جيب المغاربه؟ الدراهم واش الحمد لله وما بتاثرش عليهم 10 دراهم في مره في الشهر، يعني بركه من الفهمات، ما عاد هاد الكراغيله منين تيفهموا. المهم، ومن غير هذا الشيء راه الحمد لله راه تينقص دعم دابا. علاش تزاد فيها؟ حيت نقص الدعم اللي عليها، ولكن تزاد دعم اخرين. المهم تزاد دعم من جهه اخرى، زعما بين نقول يعني تزاد دعم على الاجور، زاد دعم على المنح، يعني كاين هكا وهكا الحمد لله، كاين تغطيه هكا وهكا. والمغربي الحمد لله ما تيتوحلوش 10 دراهم مره في الشهر، يعني هي الكراغيله مساكن ما عندهم عقل. على هاد ما عندهم عقل راه نبداو الفيديوهات. سمعوا الكراغله، واحد السيد منكم تيشرح شكون انتم. اذا تكلم الجزائري نطق حمقا او نشاز، قاره انا شيكور بالانف امتاز، قوه ضاربه ونصف الشعب للحدود يجتاز، لا مشاريع بل لا شيء تقول عنه ممتاز، دولة الرأس مالها بترول وغاز، لكنها تعيش في فقر واعوزاز، شنقريحة رأى القميص فمارس عليه الاحتجاز، في الجزائر لا فرق بين الراي والجاز، كما لا فرق بين الأمي والمجاز، صنعوا طاولة فقالوا يا له من إعجاز، انسحابات متتالية يرونها شهامة بل إنجاز، كرة القدم كرة اليد والجمباز، لو شاركوا في مسابقة الحمق لنالوا الجولدن باز وباز وباز. الله يلا الجولدن باز. إلا شاركتوا في مسابقة الهبال والحماق. ايوا هادشي اللي كاين. انا نسمعوا طريق البخاري تيقول واحد الهضره زوينه. نزيد نضيف عليها غير واحد المسألة، كناشد الناس المؤثرين المغاربة، اللي عندهم بصح الدم ديال المغربيه، بلا ما يقول لي داكشي ديال خاوه خاوه واحد، اي مزيان خاوه خاوه مزيان، حنا ما كنقولوش نديرو العنف، حنا ما بغيناش، حنايا كما خطاب السامي سيدنا، ها هي دي الممدوده. من بعد ولات دابا مغرب اليوم ماشي هو مغرب الامس، والمنظار ديالنا راه معروف، المنظار ديالنا ووحدتنا الترابيه، ما بقاش لينا التراث ديالنا، ما يقولوش حقر على حسب لي فولور يعني. انت يا لاتسانس ديالك كتبيع بلادك على قبل ادسانس، وغادي تولي مدلول، وغطيح لك ديك لاشين من هنا، راح ما غدوه. رساله زوينه من طريق البخاري كما سمعتوا، الرساله تاع طريق البخاري. المهم هضر على واحد الموضوع واقع دابا بزاف، كاين شحال من مؤثرين نقدروا نقولوا مغاربه، المهم تيحاولوا انهم ما يخسروش دوك المتابعين ديالهم، لي فولورز ديالهم، حركة كراغلة ولا المهم من الجزائر ولا من شي دول اخرين اللي هما تيتدخلوا في ولا اللي محاربين الوحدة الترابية المغربية. اسيدي ندير لي فولورز الا كانوا بيقيسوا ليا بلادي. المهم هو وصل لكم الميساج هذاك. شوف نفعي هي الكود، هو اللي نافع، والكود هو الزرايت بلادك،
وزل علامة بلادك وفتخر ببلادك، حيت بلادك تعطيك، عطيها حتى انت، واخا هو نورمالمون انت الاول خصك تعطي لبلادك باش هي ترد لك. ندوزو الامتحانات في الجزائر. السلام عليكم شبيبه، هاي ليك. دوزنا اكزام تاع استوار جيو، ها دايرين خريطه تاع المروك مع تاع الصحراء الغربيه، كيف عامله الشباب؟ السلام عليكم خاوتي، هنا ليسي تسميدانيه سيدي احمد، ها وريها وريها، ها ليك زعما دار الخريطه تاع المروك مع الصحراء الغربيه. ها حنا صغرونا هكذا، قولي اسما زعما السياده ولا اخر لي اسما، وحنا مول ديال اسما خاوه خاوه خاوتي باينه يا خويا. لا بصراحة لقطة كوميكا اليوم، ينسحبوا من الامتحان كيما مكتوب تما، وهذا الخريطة انسحبوا خويا، انسحبوا من الامتحان، الانسحابات في الدم. ايوا ضروري واحد لقطة خصني نهضر عليها، مساكن دراري صغار جن ما غادي نهضر عليهم ما والو. ايوا كيفاش تيهضروا على الخريطة المغرب كاملة في الامتحان هذا؟ واحد لقطة، وحنا خاوة خاوة ليسما، حنا ليسما زعما اتحاد العاصمة، خاوة خاوة فهمت سطا. عجب لي اسمها الامتحان تاع تاع الجغرافيا ما فهمتش، واخا الله يسر اسيدي. نشوف واحد الدرويشه مسكينه لا حول ولا قوه لها، من دوك الناس اللي لا حول ولا قوه لهم في الجزائر، لا اله الا الله ومسكينه، وحلى مع الحليب، حليب الشطاره. السلام عليكم ولادي، كيما راكم تشوفوا راه عندي سمانه وفي لاشين بصحت لي شكاره تاع حليب، ودوك شكاره نديرها فين؟ شو مسكينه سمانه في لاشين، سمانه شاده قالت لك لاشين، ما توا السيمانه شاده لاشين ولا سيمانه مره في السيمانه لاشين، ما فهمتش ما باينش بالضبط زعما اش قالت، ولكن سيمانه في لاشين قالت لك باش تاخذ هاد الشكاره حليب، الله يحفظ. المهم هي لقات واحد الطريقه قالت لك باش تحل المشكله ديال الحليب في الجزائر. بزاف عليا جاتني فكره باش نديرها هكذا، حطيتها في كونجيلاتور هكذا، حبات حجرات، وكل يوم الصباح نجيب طاس نتاع ما سخون هكذا ونحط فيه حجره حجره نتاع حليب، هكذا يكون ريحة الحليب في الدار، لا ريحة الحليب معليش هكذا، وديري حسب القيس، إذا كنتي تشربي صباح وعشية ديري حبة صباح وحبة العشية، ولا كنتي تشربي خطرة في النهار ونتفضلي تشربي خطرة في النهار، باسكو الحليب راهو مكاش، وربي معانا إن شاء الله. الله يلا ربي معاكم، بيان سيغ تيبقاو فيا بحال هاد الناس، قلت لك اللي لا حول ولا قوة لهم ساكن، ميمكنش، قلت لك كيفاش تكون ريحة الحليب في الدار؟ هادشي بيان سيغ تيقلق و تيأثر، الله يجزي ليهم ربي معاهم، الله يجزي ليهم شي تاويلة الخير. أو سي عبد المجيد زايد عهدة تانية، أربعة ديال الأحزاب الكبار في الجزائر مصوتين عليه، وي باقي إن شاء الله بينا نشطو حتى ل 2029 تقريبا، حتى لخر 2029 إن شاء الله، باقي النشاط مع سي عبد المجيد، واش حنا نفوتوه؟ ميمكنش، صح بناو عشيرنا. هو خمس سنين هو نشطنا من المزيان، وباقي ان شاء الله خمس سنين اخرى، الله يستر ليه، الله يستر لسي عبد المجيد، الا كانت كاع شي عهده تالي احسن ما دار. اجي نسمعوا عبد القادر خان، نسمعوا ديك حفيد تاع عبد القادر، حفيد تاع عبيقه مع حفيد عبيقه، اجي كنت دوزت لكم هضرت لكم عليهم في الفيديو اللي فات، قلت لكم هذاك الشيء باين نصيب واحد نصب واحتيال، ولكن هي خرجت ليه قود، واخا حيدوا لي الفيديو ولكن انا بقى عندي. الجزائر الامير عبد القادر، فالانسان اللي بيكون عمل فرق انا قبل خمس سنين تتهضر اثر بالدنيا مثل الامير جدي، وافتخر فيه اليوم اني بقول جدي، عمل فرق بهاي الحياه وعمل اي دار فرق، دار فرق ما عادش كل واش ما عرفتوا تاريخ الامير هو عبد القادر تيهضروا على الامارات من فين عمر شي اماره كانت عنده. المهم السيده ضربت بعدا بسوريا، كيفاش هربات لسوريا؟ المهم عاتي الكذوب في الكذوب، ديما كذوب فوق كذوب، داكشي تيكون ضروري تيكونوا الطغارات. المهم من هادشي كاملو غنشوفو ملي خرجات مؤخرا اش قالت. اسم للجزائر، الجزائر معروف جدا وبامريكا، يمكن انا ماني كثير باوروبا، كنت بتمنى انه هيك ادخل على الجزائر اخذ منصب، دفعت رشوه لاشخاص، حان الوقت انه هذا الوجه المزيف يروح، دفعت رشوه لكثير اشخاص، واحد منهم عارف مشاكره. تكوني حفيدة الأمير عبد القادر يعني عندك عيب؟ عيب؟ لا لا عيب، سمعتوها هي اعترفت مؤخرا، قالت لك اوتي راه هي داكشي كامل ودارت رشاوي باش تاخذ منصب، بغات تاخذ منصب في سميتو فعندهم زعما في الحكومة.
لا لا لا، اش نقول لكم، اللي جا تيكذب باش ياخذ شي حاجه وصافي، هذا الشيء اللي عطى الله. يعني هذا لازم يتمشى فوق ظهرك اكيد. فالانسان اللي بيكون عمل فرق واثر بالدنيا مثل الامير جدي، اكثر كثير اليوم انا بقول جدي وكتب. اسمعوا لي، اش تقول؟ اشحال قالت 5 سنين هذه؟ اش قالت دابا؟ اش قالت على جده؟ من تصريح انه انا حفيده الامير عبد القادر الجزائري، لكن الحقيقه والواقع انه انا لست حفيدته ولا حتى بعرفه. احمل جنسيات مختلفه، لكن حببت ان اتي الى الجزائر لانها تربه خصبه. بما يخص كتاباتي او الطريقه الثقافيه التي اتكلم بها، فهي تعود فيها الفضل الاول والاخير لشخص ساعدني. المهم تربه خصبه، ما خصنيش نفلتها، اللي جا يكذب يقضي غرض. وسميتو والكتابات ديالها اللي هضرات عليهم كما تشوفوا، قال لي شي واحد اللي كان يعاونها، ما هي قال لك ما قرياش كاع، خارجه من شي تحضيري ديالنا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ما قرياش. وقف معي واعتقد انني انا انسانه منيحه، لكن ضمير